بسم الله والحمد لله. الآن إن شاء الله تعالى سنباشر مقاربة لبعض آيات من سورة فصلت لفيرسي إكسبليسيت، وهي مكية في نزولها، وتلت نزول سورة غافر وباردون، وتم الحديث من خلال الآيات عن كثير من الأمور، منها ربي يقر ويدعم اللي الرسالة هي الرسالة، لا كذب فيها ولا جنون ولا شعر ولا، بل هي رسالة من قائدها كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله، والذي أنزل هذا الكلام على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام هو نبي الوحي ذو مرة ذو قوة، فاستوى أول على شو اسمه لوريزون، ولا استوى في تبليغ القرآن لنبينا عليه الصلاة والسلام. الفوق شافوا نبينا عليه الصلاة والسلام منا في الباك جراوند بتاع الرؤية هذيك حقيقية، شافوا على هيئته الطبيعية على ما أعلم، والأفق هو كما تقول أنت فن إلهي، باش الصورة تبدأ يعني تدخل الأذهان وتشد القلوب وتطهر الأرواح وتعين على مباشرة القرآن، لأنه حين نزل بفضل الرحمن وهو كلام الله جل جلاله عما نواله، لكن إن شاهدوا ما شاهده النبي عليه الصلاة والسلام الصورة لها من التأثير ما لا يجري في عقولنا، ولكن التأثير حاصل، والإنسان يجرب أن يصدق أن القرآن كلام المولى سبحانه وتعالى، يحب يكرر أكلي مرة فاستوى. ولا ممكن يوم من الأيام نتحدثوا على ظهور سيدنا أمين الوحي عليه السلام، ظهوره لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الغار قالوا اقرأ، ولا حين راه في الأفق. وهذه كما تقول أنت مواقف لا ينساها أي مؤمن ومسلم ومحسن، يعرف بعض بركات القرآن ويتمتع بها. ونحن أهل القرآن، أهل الله وخاصته، ونحن ننهل من هذه المائدة التي ليست كمثلها مائدة، ننهل من أنوار الله الذي هو نور على نور، وما يكونش محل تعجب أن يكون اللي فهموا الرسالة من أولها وجاهدوا وصبروا، ومنهم من قتل شهيدا، لأنه عرف قدر القرآن، ومن وصل إلى معرفة بسيطة للقرآن يولي يرتفع في معرفته للرحمن، وكيفاش تعرف الرحمن، وبعد مش حدك نفسك بس تخل بالعهد اللي بينك وبين ربي أبدا، وهذاك الرعي الأول كيفاش كان الإسلام حقيقة مطبق، لأنه دخل من خلال مكونات أهل الإسلام الأول، وقت اللي بعد انحلت العروة بين القرآن وبين بني أمية ومن لف لفهم، ما كانت الفتن في حد الآن تكره أن تثبت تاريخ العرب، لأنه مش يجيك أول شيء، مش يجيك يا كونوا أهل كرب، يعني أهل شر، أهل خسارة، أهل حمق، أهل الذي لا يتعظ، والشقي من لم يتعظ، اللي ما تعظش بمن سبقك من أمم غابرة. وبدأ سيدنا إدريس وبعد سيدنا نوح، وتتكرر المشاهد
الخسارة الجماعية. لحد الآن الكرب ما خذوا حتى درس، لحد الآن في غيهم يعمهون، واللي جرب العرب وسمع عنهم واللي يكره الإسلام، وهذا قلنا خطر كبير، اللي شر العرب ما يزيد يجلب لهم زيادة الشرور، ولكن يزيد يبغض الأقوام التي تعاملت معهم أو سمعت عنهم كعرب، أي ككرب، معناها زيادة، معناها كما تقول أنت زاد الطنبور نغمة، وزاد الدين بلع، وزاد بيت لقمان هدها وأفرغها من أهلها، وكما تقول الكربي ينفرك في أصل العرب، لكن ما تنساش أصل العرب الحقيقي يتمثل في من تبع سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين نزل خليل الرحمن بها عليه السلام، وترك بصمة توحيدية، بصمة حقيقية، بصمة نورانية، بصمة على الصراط المستقيم، وهؤلاء هم قلة، لكن غرسوا في قلة أخرى معاني اللي إبراهيم عليه السلام هو أمة، فرد واحد ربي اعتبره أمة، فهذوكم الإبراهيميين اللي قاعدين يتوارثوا بعضهم، هؤلاء هما المادة الأولى والكبيرة للعرب الأقحى. أما القيم منا شراذم، والقيم منا العياذ بالله كيف ذكرهم يذكر كدا أو دا ودا ودا، وحنا قلنا يا عرب راهو مش طلعكم باش تستمروا في هذه الطبيعة، طبيعة شيطانية، وربي جعل لكم أولياء من شياطين الجن لكي يزيدوا يغرقوكم مع الله، فيزيد سخط ربي يرتفع ويتنوع، وتزيدوا من خسارة بسيطة إلى خسارة متوسطة ثم إلى خسارة كبرى، أن تكونوا من أغضب الرحمن، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والحديث يطول، لكن الذي يصلح بنا هو الرجوع إلى القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله.